نرجع مع فاينل فانتسي مع الصيد تحت الوحوش. اتكلم مع الولد هذا اللي موجود في الريدوم، الصيد اسمه دثجيز، فهو راح يشرح لك الان، راح يقول لك انه لما سافر شاف الدثجيز وهو طائر كبير تنين يعني موجود نفس نوعية الفيس يعني له مثل الجنحان ويطير، فراح يجي فأرعب الولد. ف اسمه دثجيز، المهم بيجنز الآن تروح خلص من الولد الآن. شوف الآن لأنه الهانت حق الدثجيز، شوف راح يطلع لك هذا الدثجيز يقول لك هانت اكسبتد ذا سون كلايمز يو هاف اوكي فروم ذا اير شيب اوكي فروم سايتنج اند هيز كوماندر وونتس يو تو كيل اوكي لازم تذبحه يعني probably funded by just flying about in an airship but a far more effective way to track down would be to visit the various iridum and speak to the traveler who saw it. الحين في اكثر من iridum يعني عندك الiridum الثاني، الiridum الثاني اللي في اركيد اتوقع، وفي iridum في لا في الويشامانز ابو جربة اتوقع، يا ابو جربة هذا ابو جربة اوكي. اختار لك وجهة من الوجهات هذا عشان تسافر لها، هذه اركيد و هذه دلماسكا وهذه دلماسكا، مكتوب هنا دلماسكا ما ادري عاد دلماسكا. لازم الحين تشوف يعني احنا هني في هذا الترافلر، تشوف الناس هذول ترافلر اوكي ممكن يطلع لك وترافلر يعني. الان الولد موجود في ال، فخلنا نروح للبجربة من ال من هني محجز ونروح الى بجربة على بينا. طبعا مو برايفت ايرشيب لا ايوه اللي هي الاول واحدة، ما تختار الثانية، اول واحدة على اساس انك تكون ما تكون كابينة خاصة، تكون يعني مع ناس يعني. نزلت المرة شوف البنت شنو تبيع، ما في شيء مهم، ما في شيء مهم. احنا خلنا نوصل عشان نوصل الريدم الثاني، منطقة السفر الثانية. تكلم مع البنت هذه المسؤولة على اساس انك تروح للكابن حقتك. وصلت، وانت بتكلم مع الناس، انا تكلمت مع الناس لاخر مرة مع الناس الموجودين كلهم، لكن شوف الولد هذا تكلمه ثاني مرة بعد اوكي. نشوف الخريطة ايش صار على الخريطة، راح نلقى ان صورة الولد هذا نقصت، معناته لازم نكمل ون شوف هذا الأولوشيا ماينز. الحين نروح الأركيد لغاية ما يطلع، لما يجيك في السفينة يقول لك الآن راح يطلع أو إنه هاجم السفينة أو شيء، وقتها عاد أنت تتصرف.
هذا حاجز المكان قاعد يتكلم مع البنت، ف ما اعطانا فرصة. الاركيد يعني تركب اي سفينة وتروح الاركيد على اساس انك توصل، يعني تسرع اجراءات السفر وتوصل. كلم البنت اللي خلف المكتب اساس يقول، تقول لك تبي تروح لغرفتك، تقول لها اوكي بعدين تروح. لكن هذه مو من ضمن ال، لان بنروح الاركيد. الاركيد على بينا، ايوه اوكي هذا الاركيد. الولد موجود في الاريديوم حقه، الاريديوم حق اركيد. نكلم ال، لحد الحين ما وصلنا. نركب السفينة، نركب الطيارة. البنت قاعدة ترحب، اهلا فيكم طيارة كذا. ف احنا نبي ننزل في الاريدم عشان نكلم الولد نفسه اللي في نفس المكان، ترافلر. نفس المكان لو تدور عليه، ايوه المكان هذا. معناته في الناحية الثانية في ال هني. اكيد لازم اكلم ترافلر، تلقى لك واحد اسمه كلفر كلمة على طول. ايوه هذا ولد ويا امه، غيروا مكانهم. لكن زين الان نشوف الخريطة عشان نعرف وين باقي مكان بعد ما كلمنا الناس اللي فيه. نلبينا، باقي نلبينا اتوقع. هذه منطقة نلبينا، اوكي نروح النلبينا. دام كلمنا الولد ايوه منطقة نلبينا. بعد ما نكلم الولد اللي فيها اتوقع ترافلر، نسافر بعدها على اي راح يطلعنا الديث جيز. اوكي ترافلر اللي هو الولد
يا واقف برا تلقى دائما ولد ويا امه وابوه او داخل. ايوه هذا هو ترافلر، الولد ويا امه وابوه تكلمهم. I saw the worm on the airship. شنو؟ Kill for me, cold and so we're riding the airship ahead. Lord, I found something across. نركب الآن. الآن أتوقع إحنا مرينا على الأماكن كلها. الأيرشيب كلها. ايوه هذا الان وصلت. لازم تمر تكلم الولد في الاماكن كلها. هذا الديث جيز. طبعا تسرق منه ال تسرق منه ال شو يسمونه دقيقة. تسرق منه فينيكس داون تشارجر باردنج وامبرير سكيل. هذه الاشياء اللي تسرقها من ديث كيس. طبعا تصعد للسطح الان ويكون معاك ستيل على اساس تسرق من الوحش. تصعد للسطح فوق سطح الجامد طبعا معاك. اتوقع بارتي يكون معك افضل وتجهز الجامبت حقها انها سكاتشي زين نشوف. والجامبت حق البطل ستيل طبعا اول مرة عشان نشوف امبيريال سور هذه شلون صايرة. وبعدين تصعد راح تلقى الديث جيز موجود قدامك فوق. مو في الأرض تصعد فوق لا تصعد لسطح السفينة اللي هو فوق هني. هذا هو هذا الديث جيز. راح نخفف ما راح اسرق منه لغاية ما يفتح السحر. راح نقدر اسرق منه الدرع اللي عليه لما يفتح هذا ممكن يسرق. اصبح ضد السحر.
There you are. الآن يقول لك ليس وصول ضد السرقة. آه. الآن لما راح الدرع ممكن بس خلنا بس نقضي عليه. الآن أصبح الآن نقدر نضربه بالضربات. ما عنده شيء نقدر عبي العداد حقه، فنغير الستيل الى اتاك عشان هاجمه، لانه بدا يرفع. شوف مع الضربات مع سكاتشي حقه بينولو ان شاء الله تنقي عليه واعطى نفسه الان. أعطى نفسه ريفيرس، فالحل ديسيبل على طول عشان نكسر هذا كله، لأن الطاقة كلها راح تزيد له، راح تنعكس عليه إلى طاقة. الآن أصبح قريب إن شاء الله. فاير بول سيتم القضاء عليه. قضينا عليه والله الحمد. والناس كلهم مجتمعين طبعا، قائد السفينة والناس اللي يشتغلون. وين نستلم جائزتنا؟ اريد من في الدلماسكا. اوكي الان راح من الساب الاسونا تضغط على الساب تشيله اللي هي او ريجن كلاهما. ننزل الان عشان نوصل بالسفينة ونروح لرابستري الاريدوم الاصلي اللي كلمنا فيه الولد ترافلر. أنا ندور الولد ويا أمه. أيوة هذا هو عشان يعطينا جائزتنا. هذا الجائزة 2 إكسير و3400، وهذه صيد الديث جيز.